هذه البطولة عندما فرض التعادل السلبي على منتخب سوريا ردود أفعال اللقاء مع نور الجاموس وماجد أتويش. بطولة سوريا إن شاء الله. بطولة مرة واحدة. بطولة سوريا إن شاء الله. المنتخب السوري نوعا ما أقوى حسب يعني الأوضاع العامة، إنهم أقوى، شاركوا في كأس العالم وكانوا مثبتين وجودهم، ولكن برضو إحنا موجودين وحنثبت وجودنا إن شاء الله. الله عندي كثير بتفاعل من فلسطين، منتخب قوي وترتيبه على عالم كويس، فإن شاء الله إن شاء الله المنتخب الفلسطيني. أنا بقول إنه المدرب عمل القرار الصح وإن شاء الله رح نربح اليوم. سوريا. 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 مين بده يربح اليوم؟ سوريا. سوريا. الطريق الصحيح لتجاوز أولى المحطات قد يكون هو الأهم لكافة المنتخبات، وطموحات نسور قاسيون والفدائي يتطلع لاقتناصها لاعب الفريقين دون النظر إلى متاهة الحسابات لاحقا. المنتخب السوري بالنوايا الهجومية أعلن عن نفسه، فتحصل عبر العمرين السوما وخربين على عدة فرص سريعة كادت أن تمنحهم التقدم المطلوب. حابة أوجه تحية ورسالة حب أكيد لمنتخبنا السوري، بدي أقول لهم اليوم أكيد كنا متوقعين الأحسن، بس مو مشكلة، أملنا فيكم كبير وثقتنا فيكم كبيرة إن شاء الله بالمباريات القادمة. إن شاء الله يا رب تقدروا تحصلوا على الكأس، ونحن دائما وأبدا فخورين فيكم ومعكم، بنحبكم كتير. نسور قاسيون اليوم ممكن ما حالفون الحظ، بس بالمباريات الجاية توقعوا منهم الأفضل والأحسن والأحلى. كلنا ناطرين الفرح، وبدي إلكن هي 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 هي، خلوا الفرحة سورية. المنتخب الفلسطيني وجد نفسه مضطرا على تنظيم صفوفه الدفاعية وانتهاج المرتدات، لكنها مرتدات لم تزعج الحارس العالمة، فيما كانت كفيلة بالتقليل من خطورة المنافس السوري. ومع مرور الوقت حاول الجزائري نور الدين ولد علي توجيه لاعبيه للخروج من مناطقهم قليلا، وهو ما شهدته بعض الدقائق، لكنها لم تمنحهم الهجمات المطلوبة ولم تقلق راحة المدرب الألماني شتانغا. أتمنى لجميع الفرق المشاركة التوفيق في هاي البطولة، إن شاء الله بتشرفوا بلادكم، وبدي أخص بالذكر وأدعي بالتوفيق إلى فريق بلادي المنتخب الوطني لكرة القدم الفدائي، بتمنى لكم التوفيق وتشرفوا فلسطين زي دائما إن شاء الله. في الجزء الثاني واصل المنتخب السوري ذات النهج لمحاولة افتتاح النتيجة، لكنه اصطدم بتحسن في الأداء الهجومي لشقيقه الفلسطيني، والذي بحث هو الآخر عن فرصة لمفاجأة منافسه في عدة كرات، لكنها لم ترقى لمستوى الخطورة المطلوب حتى جاءت الدقيقة 66، والتي كانت نقطة التحول في المواجهة بعد طرد المدافع الفلسطيني محمد الصالح بالصفراء الثانية. في أمل. في أمل. وفي عندنا عبد الخبرة عبد اللطيف البهداري. فقلب صخر دفاع. شوف أنا عراقي لكن جاي أشجع الفريق الفلسطيني إن شاء الله. إن شاء الله فلسطين تشرفنا بالحضور بالتأهل إن شاء الله. النقص العددي أراح المنتخب السوري، وشعر مع هشتانغا أنه مضطر على إقحام أوراق أكثر هجومية، فكان سلاحه محمد عثمان وأحمد الأشقر، فجاءت السيطرة بما تمنى الألماني، لكنها سيطرة لم تمنحه الهدف المطلوب، خاصة مع التراجع والتنظيم الدفاعي للفدائي. ومعها انتهت مواجهة الأشقاء كما بدأت، وباتت العين لكليهما على قادم المواجهات. المنتخب الفلسطيني اليوم أدى أداء رجولي كالعادة. الشوط الثاني كان الأداء كتير منيح، وكان الهجوم كتير منيح من ناحية الفريق السوري، لكن لسوء الحظ لحد الآن ما سجلنا. الحمد لله، نتيجة أولية مبدئية، لازم نكون متفائلين وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن. إحنا أول إشي مباراة كانت كتير جيدة، الفريقين لعبوا بس مش بالمستوى الطبيعي. هلا بما أنه الفلسطينية هاي يعتبر ربح إلهم، أنا بصراحة عرفوا شو يسكروا الخطوط الخلفية تبعيتهم، وعندنا شوية أغلاط بكذا لاعب، اعتماد على اللعب الطويل، لعب غير مجدي. نحن عندنا لاعبين عندهم يمتلكوا مهارات أحسن من منتخب فلسطيني، حرام هذا الأسلوب باللعب، أسلوب عقيم ما بيودي لأي نتيجة. المباراة كانت وطنية أكثر من ما إنها أداء في الملعب، يعني المنتخبين حضرت الروح الفلسطينية والقتال موجود موجود موجود، هو اللي خلاهم ياخذوا التعادل. نور الجاموس، صدى آسيا.